بكم إلى موجز الأحداث الرياضية على قناة الحدث الإفريقي. تشهد منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار في يناير 2024 مواجهات متوسطة المستوى للمنتخبات العربية الكبرى تونس والجزائر ومصر. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم إصابة 5 لاعبين بعدوى فيروسية مفاجئة تسللت إلى معسكر الطواحين، ويتعلق الأمر بالمدافعين ماتيس دي ليخت، سيفن بوتمان والمهاجم كودي كاكبو، لاعب الوسط جويل فيرمان والحارس بارت فيبروغن الذين غادروا المعسكر بقرار من المدرب رونالد كومان. أكد فاعلون رياضيون توغوليون أن المغرب اعتمد استراتيجية جيدة بتقدمه بترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال من أجل تنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم. تحدث عصام الشرعي مدرب المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة عن هزيمة الفريق الوطني في المباراة الودية أمام المنتخب الإيفواري بهدفين مقابل 3. أبدى لاعب المنتخب المغربي إعجابهم بالأجواء التي تمر بها تدريبات العناصر الوطنية، مؤكدين استعدادهم الجيد تأهباً لمواجهة المنتخب البرازيلي. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، شكراً على المتابعة، إلى اللقاء.